استلمت دوري لابس يديكم كل شي بخير بتتعودوا دابت. انا ولاي بدي نشارك معاكم مقارنة بالبشاميل مقارنة. انا يدت الدجاج وشي ديال الملح وشي ديال الكامون وشي ديال السكينجبير وضامة ديال الزنجبيل الثومة وشي الزعتر، وغادي نخليه حتى يتحمر ليا شوية. فاش يتحمر ان شاء الله غادي نزيد عليه الفلفلة الحلوة والبصلة تتسالي ونوريكم كيف هي المقارونية. راه كتشوفوها تتسلق في الماء بنات. دابا غادي نزيد واحد شوية ديال الخضرة صوص وغادي نزيد الحليب باش ندير البشاميل. انا كندير الحليب وكندير ليه مايزينا، كتجي هكا ساهله وطريه. كندير ليها مايزينا هاهي باش تجمد شويه صراحه. جوج معالق كبار وصافي، وكتحركي على الخليط كلشي حتى كيعقد لك. فاش يعقد ويسالو غنوريكم ان شاء الله. بلا ما ديرو كريمة ديال الطبخ بلا والو كتجي زوينه بالشكل الاخير البنات. ايوا بالصحه والراحه. دير عليها الفرماج اللي عنده اللي ما عندوش بلاش. ايوا بالصحة والراحة.